فيكم. انا شايفه من وصلت العام وانتم بالف خير وصحه وسلامه يا رب. من وصفات بيتي البيت سويتس حابه اقدم لكم وصفه جديده للسبرينج رول. انتوا عارفين كيف نحن دائما في رمضان نحب نبهر ضيوفنا ونديهم افكار جديده وحلوه. اليوم حسوي لكم سبرينج رول بس بالفلافل مع صوص الطحينه. العجينه تيجي زي كده، بعدين انا قسمتها بالنص وبس شلت منها الاطراف. حنبدا احشيهم. هاخد الفلافل افرفطها احطها في النص، بعدين همسك الطرفين راح كده وكده. بعدين اهم شيء لما كده اسوي، اهم شيء اني اسحبها على ورق عشان تكون يعني في امان سكيور. الفها طحينه ومويه هاخدها من هنا من هنا. اهم شيء لما بسحب اسحب دول كده على ورا كده، اسحبها على ورا بس عشان اتاكد انه كل شيء في مكانه. كده وصفة السبرينج رول صارت جاهزة، إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. حاولوا دائما تبدعوا وتفكروا أفكار حلوة وجميلة وتستخدموا عجينة سويت سبرينج رول وتحطوا إبداعاتكم وأفكاركم الجميلة فيها. إن شاء الله تكون عجبتكم وأشوفكم. باي.